بهذه الأنامل تتفحص فريدة اللباس التقليدي قبل أن تمرره على المكواة ليصبح جاهزاً. تفاصيل تمت خياطتها بكل عناية ودقة بأيادي فتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة. دخلت الهات الجمعية وتعلمت الخياط، تعلمت الحدد، تعلمت ندير برودي تاع اليد تاع الماشينة. فكرة إنشاء الورشة الخاصة التي تعمل بها نساء من ذوي الاحتياجات الخاصة تعود للسيدة دباري. منذ أكثر من 5 سنوات تقف صاحبة جمعية التحدي والعزيمة على كل صغيرة وكبيرة بالمكان. الورشة هذه اللي يعني اللي يجي يخلع فيه يعني وش الإبداع اللي راه يديروا هذو البنات. الكل يعرف أنه المعاق بطيء، وهذه أنا حبيت يكسب قوت العيش تاعو. دوك اذا كان البنت باش تدير درا تاع كامل يدوه العرايس غلس الحساب دي فيه 3 شهور، ومن بعد ما تبيعوش ولا تبيعو يعني ماشي هذا اللي قوتها. اتجهنا للتقنيه اللي هي حديثه، لا نوفيل تكنولوجي، هذه اللي هي الطرز الالكتروني. تجربه كنا غامرنا بها، قلنا ما عندوش مستوى، كيفاش نديرو باش يستوعبوا يعني هذه التقنيه الجديده. شفنا انه المرافقه لازم برك. طروز انيقه زادت من جمال هذا اللباس التقليدي الذي يتزين به الطفل الجزائري في مناسبه الختان. ملابس خيطت بانامل نساء لم تمنعهن اعاقتهن من انتاج البسه تقليديه ترمز للتراث الجزائري. دينا على الإعاقة الحمد لله، صح لكن نستحقوا حاجة، نستحقوا محل تجاري، يا الكل ماشي محل هكا سوا سوا، نستحقوا طاولة في طابلة في السوق. الهدف نتاعنا باش نحوسوا نربحوا، نحوسوا نبيعوا باش نستفاد، باش نفيدوا الجمعية نستفادوا. كل فتاة هنا بالورشة ملهمة بهذا النشاط الذي رفعنا به تحدي تجاوز الإعاقة. تسويق المنتوجات هو ما تأمله العاملات للمواصلة في هذا العمل الإبداعي. بنات مروا ب3 مراحل، مرحلة التكوين، مرحلة الإنتاج، واليوم مرحلة التسويق اللي رانا نعانوا منه. حبذا لو أي واحد يتصل بالجمعية اللي متواجدة ببن عمر قرب حافلة الحافلة التغميم لسع بن عمر ويتقدم، يعني وعدنا كل الألبسة تاع الطهار. ورشة متواضعة تنتج أجمل الألبسة والأفرشة التقليدية. ورشة ورغم صغر مساحتها غير أنها تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التراث الجزائري من جهة، والمساهمة في إشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كفاعلين بالمجتمع.